بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله وبياكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة ارتأت إدارة مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية وقناة الإمام الحسين عليه السلام بالعربي، أن تخصص هذه الحلقات من برنامج نوافذ الحياة لتغطية زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، ويبدأ العد التنازلي لشهادته أو يوم شهادته صلوات الله وسلامه عليه. لذا نرفع التعازي إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى مقام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل. إذن حياكم الله مشاهدينا، ونرفع أيضا التعازي إلى الأمة الإسلامية وإلى مراجع الدين العظام وإلى حضراتكم بهذه الذكرى الأليمة والمصاب الجلل والحدث العظيم والمظلومية الكبيرة التي تعرض لها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. إذن سنكون معكم من الآن وحتى يوم الاستشهاد بهذه التغطية الحية المباشرة لطريق السائرين الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة، وننقل لكم بالصوت والصورة هذا السير الحثيث لكل المحبين الموالين الذين توجهوا لزيارة مرقد الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، الذين جاءوا من كل حدب وصوب. إذن حياكم الله، ونستقبل أيضا اتصالاتكم مشاهدينا ومشاركاتكم وتعازيكم بهذه المصيبة العظيمة على قلب محمد وآل محمد وعلى قلوب شيعة أمير المؤمنين والموالين في كل أصقاع الدنيا. إذن هذه الأرقام هي أمامكم لاستقبال مشاركاتكم مشاهدينا الأحبة لتقديم التعازي بذكرى شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. إذن نستقبل أول اتصال. ويانا فاطمة من بابل، السلام عليكم يا فاطمة، وأعظم الله لكم الأجر. أعظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله، ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وقناة الإمام الحسين وأخي الحسين وأبو الفضل العباس باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أحسنتم يا فاطمة، بارك الله بكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ترزقونا زيارة الإمام الكاظم في الدنيا وشفاعته في الآخرة. نعم يا فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هل تطلع الشيعة وتلتمع إلى الروس؟ هل تطلع الشيعة وتلتمع إلى الروس؟ مات الفخر مات الزود والناموس، يا هتطلع جنازة المحبوس، تريضي الجنات تريض، خلي أولاده يحضرون تريضي الجنات. أحسنتم يا فاطمة، في سجل أعمالكم إن شاء الله. ليش نعشة تشمرونه؟ هذا الحيد ومن الحيد شنكم ما تعرفونه، هذا بالمراجل سجل فنونه، كاظم هذا الكاظم، يفتح باب الكل محتاج الكاظم هذا الكاظم. أحسنتم أحسنتم، بارك الله بكم. فاطمة أريد أسألك، هم تشاركون بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، شنو الممارسات والطقوس العبادية اللي تقيموها في محافظة بابل استقبالا وتمهيدا لذكرى شهادة الإمام؟ احنا من هذا اليوم هسه لبسنا اسود ونطلع تعزية ومجالس. ما شاء الله ما شاء الله. يعني عندي سماعة اقرأ يعني يومية اجمع الهاي اجي حتى ما يجون جهال الحي وتسووا مجلس بكيفكم عادي. ما شاء الله. اكيد يعني تنشئه الاطفال على محبه وآل محبه محمد وآل بيت محمد الها مدلولات على شخصياتهم حتى مستقبلا ان شاء الله. في الوفاء يجون هم يدخلون الباب عليه فانا اقيم لهم مجلس. ما شاء الله، هنيئا لكم هذا الانتماء لمدرسه محمد وآل محمد يا فاطمه. شكرا جزيلا لاتصالكم ولمشاركاتكم. نعم. إذن معنا اتصال آخر من نضال حسين أيضا من بابل، حياك الله يا نضال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لكم الأجر يا نضال. علينا وعليكم السلام. نعم يا نضال.
عندكم مشاركة شاركونا بها بهذه المناسبة ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. عندي مشاركة. نعم تفضلوا نسمع. يا مولاي سلف الحاجة يا سيدي مولاي. يا دكتور تعنينا الألف دكتور. يا دكتور تعنينا الألف دكتور. يا دكتور شاف المرض بيده. يا دكتور شاف المرض بيده. ما عليهم ولا قادونا بجراح. قادونا بجراح. شافانا بيده. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم وأعظم الله لكم الأجر يا نضال، بارك الله بكم. ويانا اتصال آخر من محافظة السماوة، بدر من السماوة، السلام عليكم يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله وأعظم الله لكم الأجر يا بدر. عظم الله أجرنا وأجركم شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بارك الله بكم، أحسن الله لكم العزاء. عظم الله اجوركم ورحم الله والديكم. نعم بدر، اكو عندك مشاركه بهذه المناسبه الاليمه؟ مشاركه لتعزيه العالم الاسلامي، نعزي الامه الاسلاميه. نعم تفضل. الامام احسنتم، نسال من الله سبحانه وتعالى ان يرزقكم زياره الكاظم عليه السلام ان شاء الله وشفاعته في الاخره ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. تحياتنا لحضرتك وشكرا لاتصالك يا بدر. نعم ويانا اتصال آخر. نعم إذا مشاهدينا هذه المشاهد أمامكم ومن مرقد الإمام الكاظم عليه السلام وكذلك طريق الزائرين المشاية القادمين من محافظة واسط، هذه الحشود المليونية متوجهة صوب الكاظمية المقدسة لإحياء شهادة الإمام الكاظم عليه السلام يوم 25 من شهر رجب. نستقبل اتصال من بغداد. محمد من بغداد، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. حياكم الله وبياكم، أعظم الله لكم الأجر يا محمد. الله يبارك بكم. محمد أوصف لنا الأجواء في محافظة بغداد، يعني الطرق المسالك المؤدية إلى الكاظمية المقدسة، الاستعدادات أيضا، أنت ابن محافظة بغداد. نعم يا محمد تسمعني؟ محمد إذا كنت تسمعني؟ نعم للأسف انقطع الاتصال، نتمنى من الأخ محمد معاودة الاتصال، طبعا نتمنى أنه يتصلون بنا من بغداد حتى نشوف الاستعدادات باعتبار أنهم يعيشون في قلب الحدث للعاصمة الحبيبة بغداد. نعم اتصال آخر. أعتقد أنه أكو مشكلة بالاتصالات، إذا صلوات الله وسلامه عليك يا أسد بغداد قاضي الحوائج وباب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. ونشاهد بالصوت والصورة مشاهدينا الأحبة مسير الزائرين الوافدين المتوجهين صوب الكاظمية المقدسة، هذه الوجوه المتعبة، هذا المحيا الحزين على فقد الحبيب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الإمام الكاظم عليه السلام وأن يقيهم شرور الدنيا وأن يتقبل هذه الأعمال بأحسن القبول. نعم ويانا علي من السماوة، حياك الله. من ويانا أبو علي؟ حياك الله يا أبو علي. عظم الله جورك وشرورك بالجلل. بارك الله بكم، عظم الله لكم الأجر. الله يبارك بك، إن شاء الله هذه العبرة وهذه الدموع مسجلة إن شاء الله عند الإمام الكاظم عليه السلام. عليكم وعلى الشعب العراقي. بارك الله بك. بارك مصيبة أليمة. السيدة مولاي الإمام موسى بن جعفر والاحتلال كان مضمومين من السنة من أبو بكر وعمر وعثمان بن علي الله يا معايشة وحمصة. أحسنت. لعنت الله عليهم الله ترحم الله والديهم. الله يبارك بكم، شكرا لهذه المشاعر إن شاء الله. زينب مريض. نعم. والله مريض وشو تعبان.
يعني نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق باب الحوائج إلى الله أن يرزقكم الصحة والسلامة يا عزيزنا أبو علي. الله يبارك بكم. ادعي لي وادعي لي يا عم رحم الله والديك. الله يبارك بكم. اللهم العن كل من ظلم آل محمد من أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رحم الله والديك. بارك الله بكم، شكرا لكم ولاتصالكم يا أبو علي، وندعو السادة المشاهدين الدعاء لأبو علي بالصحة والسلامة والشفاء ولجميع مرضى المؤمنين بحق هذا المصاب الجلل ذكرى شهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ننتقل إلى محافظة الناصرية ويانا إسماعيل من الناصرية. السلام عليكم يا إسماعيل. عليكم السلام ورحمة الله. أعظم الله لكم الأجر. أعظم الله لنا ولكم الأجر. بارك الله بكم يا إسماعيل. نعم إسماعيل، حدثونا عن الاستعدادات في محافظة الناصرية، المشايا الأعداد التقريبية يعني للمشايا اللي خرجوا من الناصرية صوب بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام بهذا المصاب الجلل ألا وهو شاب إمام الكاظم سلام الله عليه وعلى آبائه وأجداده. أحسن. طبعا الاستعدادات من فضل الله وبركات آل البيت، لا زال المشاة في أطراف مدينة الناصرية الذين ذاهبون سيرا على الأقدام. اليوم انتهت المراسيم تقديم الخدمة للمشاية الذين كانوا في أطراف مدينة حيث انتقلت إلى الكوت إلى محافظة الكوت. ما شاء الله. وهناك خدمة في سيارات متجولة لا زالت تجهز المكبرات الصوت والمهن والمواد الغذائية لتقديمها للزوار في المحافظة التي تتزامن في يوم الزيارة إن شاء الله تعالى. ما شاء الله، هنيئا لكم هذه الخدمة وهنيئا لكم هذا الوفاء والإخلاص للإمام الكاظم عليه السلام. بارك الله فيكم. نشكركم جزيل الشكر، نشكر قناة الإمام الحسين لهذه تغطيتها ومتابعتها ووقفتها المناسبات الدينية وجزاهم الله خير. اللهم رب يجعلها في موازين أعمالهم إن شاء الله. بارك الله بكم، تحياتنا لحضرتك وتحيات فريق العمل في برنامج نوافة الحياة إلى حضرتك يا أبو يا أخونا إسماعيل، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. نعم، ويانا أبو قيس من كربلاء. حياك الله أبو قيس. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، أعظم الله لكم الأجر. مأجورين إن شاء الله القبول بحق فاطمة الزهراء، عندي مشاركة. نعم نسمع، تفضل يا أبو قيس. يقول تشيل دموعي وأنا متعني للكاظم. الله. وبالخطوة وجدم أرسم مشهد سبايا. منها نعم. وحس روحي الحزن عاشور فبكل نبض يعقد مجلس قرايه. الله. ما تشفى الروح من اللطم على المسموم وقبال الضريح يتفصل انرايه. الله. واسمع صوت من الضريح يطيح يمه يمه استقبل ضيوف وياي. الله. منها وحس روحي عن النبي تصلي وتنهدي العباس وحسين مولاي حسين سير جمل الدين علاه واصبح للدين غاية ومنتهى الغاية مولاي أبو الجوادين احنا سلام. من العراق ونقصدك الزهرة من المدينة احتنت مشاية والله ومزورك زحف ما نوافيك لك عشر الوفاء ما نصير وفاية لك الله. عشر الوفاء الله خيب الله أنفاسك خيب الله أنفاسك الشاعر أبو قيس الغراوي الكربلائي والنعم باب والنعم السلامة. باب السلامة والنعم. والنعم منك ومن أهل باب السلامة وكل أهالي كربلاء، الله يحفظكم لحق محمد وآل محمد. بارك الله بكم. مشكور مشكور مجوري حياكم الله. نعم مشاهدينا، ننتقل من كربلاء إلى محافظة السليمانية. الأخ وليد من السليمانية، السلام عليكم يا وليد.
إذا كنت تسمعني وليد، السلام عليكم من السليمانية. موسى بن جعفر. ما شاء الله ما شاء الله. يتمنى الشعورات من موسى بن جعفر. يتمنى. هنيئا لكم يا أخونا وليد، وتحياتنا لحضرتك والكل أهلنا في كردستان الحبيبة في السليمانية. بارك الله بيك. موسى بن جعفر على ما توقعين على والله. ما شاء الله. وليد يعني هم تتمكنون من زيارة الإمام الكاظم عليه السلام؟ يتمنى موسى بن جعفر. ما شاء الله ما شاء الله. يتمنى إن شاء الله. أخوتكم في كل المحافظات العراقية يدعونكم، وأكيد ما دام هذه الأمنية في قلوبكم الطاهرة النقية تتحقق وتقبل زيارتكم من أماكنكم إن شاء الله تعالى. هذه اللهفة على محبة محمد وآل محمد مسجلة عند الإمام الكاظم. على سيدنا محمد. أتمنى موسى بن جعفر المظلومة. أحسنت. شكرا لك ولاتصالك وليد وهذه المشاعر. بارك الله بكم، ممنونين من حضرتك. تحياتنا لك يا وليد من السليمانية. يعني مشاهدينا هذا الطيف الجميل من كل المحافظات العراقية، من كل البلدان العربية والإسلامية، تهفو قلوبها نحو إحياء هذه الشعيرة لزيارة الإمام الكاظم، وإحياء هذه المصيبة، إحياء هذه الذكرى الأليمة على قلب كل مؤمن، كل موالي لمحمد وآل بيت محمد. نسأل الله قبول أعمالك يا وليد من السليمانية، وكل أهلنا وأحبتنا في كل المحافظات وكل دول العالم إن شاء الله تعالى. معانا اتصال من أم حنين من واسط. السلام عليكم يا أم حنين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. أعظم الله أجوركم يا أم حنين. وأجوركم إن شاء الله، وأحسن لكم العزاء إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله يبارك بكم. أم حنين، أريد أسألك، يعني أغلب تجمع المحافظات الجنوبية تمر عن طريق واسط، كيف هي الاستعدادات اللي أقمتوها لاستقبال الخدام والزوار؟ ما شاء الله خير والله. إن شاء الله لن ينخافنا بأحد المواقف. ما شاء الله خير والله خير. هنيئاً لك. هنيئاً لك. وأهل البيت إن شاء الله والله كل دعانا بتعجيل الفرج إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. بارك الله بكم يا أم حنين، وسلم الله سبحانه وتعالى. إذن مشاركة إذا نعم تفضلوا. يا مولاي يا سيدي يا موسى بن جعفر، من جل تخذ ليك المريض ويدري يا مظلوم متيقن العلة أنت تشفيها. أسد بغداد نعمين وتلك تنعام، أريد العلة في بيدك تداويها. أحسنتم. يا سيدي يا مولاي يا أبو الرضا، من جل تعبت من العسر والضيق يا مولاي، تتولها هاي شلون تاليها. مريضة والطبيب يريد منه هواي، ووصفتكم بلاش الدمعة قلبيها، ووصفتكم بلاش الدمعة قلبيها. عظم الله أجركم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الله أنفاسكم أم حنين، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الخدمة الخالصة لمحمد وآل محمد. حقيقة جهود تستحق الشكر والثناء اللي تقدموها لكل الخدام ولكل الزوار الوافدين إلى مدينة الكاظمية المقدسة. بارك الله بكم يا أم حنين، نشكر اتصالك. نعم مشاهدينا، معنا اتصال من البصرة، الأخت إلهام من البصرة. السلام عليكم يا إلهام. وعليكم السلام. عظم الله أجرنا وأجركم بالتشكر. أحسن الله لكم العزاء، أعظم الله لكم الأجر. أخت إلهام حياكم الله. نعم إلهام. أعظم الله أجرنا وأجركم باستشهاد موسى بن جعفر عليه السلام، نعزي مولانا صاحب العصر والزمان وجميع الأخوة قناة الإمام الحسين. بارك الله بكم يا إلهام، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل تجاه مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. أحسنتم. عندك مشاركة إلهام شاركينا بها في هذا المناسبة؟ إن شاء الله. نعم تفضلوا نسمع.
عطر قبرك شم دليل ويجري همي، عطر قبرك شم دليل ويجري همي، يا باب الحوائج حاجتي يمك، يا باب الحوائج حاجتي يمك، يمك حاجتي وما ريتها من الناس يمك حاجتي. والنعم والنعم من الإمام الكاظم عليه السلام. إن شاء الله حوائجكم مقضية يا إلهام بحق محمد وآل محمد وحوائج المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله تعالى. أحسنتم. نعم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم، وهذه التغطية المباشرة والحلقة الخاصة من برنامج نوافذ الحياة التي تأتيكم عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. ولتنويه، سيستمر برنامج نوافذ الحياة بهذه الحلقات الخاصة والتغطية الحية المباشرة لطريق الزائرين السائرين نحو هذه القبلة، هذه القباب العظيمة، هذا الإرث والوفاء والإخلاص لمحمد وآل بيت محمد، متوجهين إلى زيارة العتبات المقدسة في الكاظمية المقدسة. وسنستمر معكم ليوم الاستشهاد في يوم 25 من شهر رجب الأصب بهذه الحلقات الخاصة من برنامج نوافذ الحياة. ونستقبل اتصالاتكم مشاهدينا متابعينا على أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة. بإمكانكم أيضا التواصل معنا من خارج العراق على الطريق الخاص بالواتساب، ونستقبل هذه التعازي والمشاركات. معنا الأخ كاظم من واسط. السلام عليكم يا كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، أعظم الله لكم الأجر. وأجركم الله لأن عز صاحب عصر الزمان الشاهد الإمام مسلم جعفر عليه السلام. أحسنت. ونعدي مراجعنا العظام سيد الخالد مقتدى الصدر. أحسنتم، بارك الله بيكم. الله نعم أحبك. نعم يا كاظم. كاظم، تحدثونا عن مشاركاتكم اليوم. هو أنا اللي حقيقة أتابعه بالشاشة، هو يوم لكل أهالي واسط، يعني الكل مستنفرة لخدمة الزائرين الوافدين المارين على هذه المحافظة، وكأنها يعني الممر المؤدي والباب المؤدي لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. كيف هي مشاعركم وأنتم تقدمون هذه الخدمات وشموكم بهذا التوفيق؟ كل الشعائر اقول لك الى الاربعينيه وامام موسى جعفر كله خدمه الجواره. بارك الله بيكم. احسنتم. الله نسال من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم يا كاظم، وبكل تاكيد هذا توفيق لكم ان تكونوا الباب المؤدي الى رحاب الكاظميه والى رحاب كربلاء والنجف الاشرف. والله يوفقك، رحم الله والديك، الله يسلمك. وتحياتنا لحضرتك ولكل أهلنا في محافظة واسط. نعم مشاهدينا، ما زلنا متواصلين معكم، وهذه التغطية الحية المباشرة لطريق الزائرين السائرين لزيارة الإمام الكاظم وإحياء ذكرى شهادته صلوات الله وسلامه عليه من برنامج نوافذ الحياة الذي سيستمر معكم بهذه التغطية الحية خلال هذه الأيام وصولا إلى يوم 25 من شهر رجب الأصب ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. ما نشاهده خلال هذا الطريق طبعا المشابه إلى حد ما بذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل الأعمار، هذه الشرائح المختلفة من الفتيات، من كبار السن، من النساء، من الأطفال، من الشباب، وهم يسيرون بخطى حثيثة لمعانقة المعشوق الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كلهم لديهم حاجات، وأكرم الله سبحانه وتعالى الإمام موسى بن جعفر بأن جعله بابا لقضاء الحوائج. ننتقل إلى محافظة ذي قار، ويانا حيدر من ذي قار. سلام عليكم يا حيدر. حيا سبق ويانية أشرف ويانطلق. الله يبارك بيك يا حيدر، تحياتنا لحضرتك والكل أهلنا في ذي قار. الله يبارك بيك. نعم يا حيدر، عندك مشاركة خاصة بشهادة الإمام الكاظم عليه السلام؟ والله هي أبيات دارمية عن السيدة زينب وفاطمة الزهراء عليه السلام. أحسنت، نسمع تفضل. وحق من ركبوها من نوق وضلعاي من شو إسرى قبار مضعن
ظل عاي عذوب عينك يا ابوي في ترى وظل عاي فجت محسن طريحه على الوطيه ناخيتك يا ابو فاضل اليوم مطراي مشوا عشرة كبار ضبعا ظل عاي عذوب عينك يا ابوي ترى وظل عاي. نعم احسنت. طيب الله انفاسك يا حيدر، الله يبارك بيك ويحفظك ان شاء الله. كل هذه العبارات ان شاء الله مسجلة عند الامام الكاظم عليه السلام، بارك الله بكم، شكرا لهذا الوفاء، شكرا لهذا الاخلاص، بارك الله بكل المحبين الموالين الذين يصرون على احياء هذه الشعار، شعار محمد وآل بيت محمد. نعم ما زالت الاتصالات تنهال على الإخوة بالكنترول لتقديم التعازي وتقديم أيضا المشاركات الخاصة بهذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الأرقام مهيئة أمامكم مشاهدين متابعينا للاتصال والتواصل معنا من داخل وخارج العراق. بالمناسبة كثير من الأشخاص من المغتربين في مختلف دول العالم حقيقة بعثوا لنا المسجات والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسألونا الدعاء والزيارة وإحياء هذه الزيارة، زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. لذا نقول لكل الأحبة المغتربين في مختلف دول العالم بأننا إن شاء الله نوفق لكم بالزيارة بالإنابة والدعاء لكم بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم زيارة الإمام الحسين في الدنيا ونيل شفاعته في الآخرة، فضلا عن إحياء هذه المصيبة بزيارة مرقد الإمام الكاظم عليه السلام وأيضا نيل شفاعته يوم الآخرة. إذن مشاهدينا هذه الأرقام مهيئة أمامكم، ونستعرض جانب من حياة الإمام الكاظم عليه السلام، يعني نعطي مقتطفات لهذه الشخصية العظيمة خلال هذه الحلقات الخاصة بشهادة مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الإمام موسى الكاظم عليه السلام هو موسى بن جعفر الملقب بالكاظم، سابع أئمة الشيعة الاثني عشرية، تصدى لمنصب الإمامة بعد استشهاد أبيه الإمام الصادق عليه السلام في العام 148 بعد الهجرة النبوية الشريفة، واستمرت إمامته قرابة 35 عام إلى أن استشهد مسموما في 25 من شهر رجب الأصب من العام 183 بعد الهجرة النبوية الشريفة في بغداد. اقترنت إمامة الكاظم عليه السلام مع اقتدار وبطش الدولة العباسية، فكان الإمام يعمل بالتقية تجاههم ويوصي أصحابه بالالتزام بها، ومن هذا المنطلق لم يذكر للإمام موقف معارض للدولة علانية ولا موقف مساند للثورات كثورة فخ، إلا كان يسعى من خلال مناظراته مع العباسيين وغيرهم إزالة الشرعية عن حكومتهم، وله مناظرات علمية مع علماء اليهود والنصارى أتت إجابة لأسئلتهم. بادر الإمام الكاظم عليه السلام بتوسيع مؤسسة الوكالة، إذ اعتمد مجموعة من الوكلاء باعتبار أن الدولة العباسية ضيقت الخناق على الإمام الكاظم عليه السلام، فعين أشخاصا في مختلف المناطق كوكلاء عنه، وذلك من أجل تسهيل تواصل الشيعة بإمامهم. واقترنت فترة إمامته بتشعب الفرق الشيعية حيث نشأت في بداية إمامته. طبعا كل هذه الفرق كانت مدعومة من قبل الدولة العباسية لتضييق الخناق على الرسالة التي كان يحملها الإمام الكاظم عليه السلام، فظهرت مجموعة فرق انحرفت عن المسار الذي رسمه لنا محمد وآل محمد. أشادت مصادر الشيعة بأكملها وحتى مصادر أهل السنة بعلمه وعبادته وبجوده وحلمه، ولقب بالكاظم لشدة كظمه الغيظ كما عرف بالعبد الصالح، واشتهر بباب الحوائج أيضا. ويحظى الإمام
الكاظم عليه السلام باحترام علماء السنة باعتبار أنه عالم وفقيه، ويقصد ذريحه السنة والشيعة في الكاظمية ببغداد، والذي يعرف بالعتبة الكاظمية. إذن هذا جانب من حياة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وجميل أن نعيش في هذه الرحاب المقدسة للإمام الكاظم عليه السلام، وأجمل أن نستلهم من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه العبرة والعبرة. إذن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا أحبتنا عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام وبرنامج نوافذ الحياة، وهذه الحلقات الخاصة بشهادة الإمام الكاظم عليه السلام. نستقبل اتصال من أم مرتضى من كربلاء. السلام عليكم يا أم مرتضى. عليكم السلام يا عيني. حياكم الله وبياكم، أعظم الله لكم الأجر يا أم مرتضى وأحسن لكم العزاء. أحمد الله والديك يا عيني، عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الكاظم عليه السلام. أحسنتم، بارك الله بيكم، يحفظكم إن شاء الله. نعم يا أم كاظم، بارك الله بيكم. أم كاظم حدثينا عن استعداداتكم، عفوا أم مرتضى، حدثينا عن استعداداتكم. أنت امرأة موالية، فما هي نوع الخدمات اللي تقدموها للمجتمع لكل المحبين والموالين بهذه الذكرى الأليمة؟ بعد قلب احنا عيني ببيوتنا نسوي تعزيات، اريدك تدعي لها لمريضة ببيوتنا نسوي تعازي هنا. صحة والسلامة ان شاء الله. بعد عيون اريدك تدعي لي ماشي عليك الكاظم. الله يبارك بكم، إن شاء الله ندعو لكم، وندعو أيضا السادة المشاهدين للدعاء لكم. رحم إن شاء الله حوائجكم مقضية لحق محمد وآل محمد. رحم الله والديك، الله يبارك بكم، شكرا لكم. رحم الله والديك يا وليدي، بارك الله بكم. هذا نداء إلى كل السادة المشاهدين في كل أرجاء الدنيا أن يشاركونا بالدعاء للأخت أم مرتضى من كربلاء وجميع مرضى المؤمنين بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن ترزق الصحة والسلامة بحق باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى الإمام الكاظم عليه السلام. شكرا لكم يا أم مرتضى، وشكرا لاتصالكم. نعم، اتصال آخر مشاهدينا. نعم، في طور التجهيز هذه الاتصالات، طبعا كل الأجهزة شغالة الآن لنستقبل هذه الاتصالات ونسمع هذه الأصوات المحبة الموالية، لكن البعض ما نتوفق بسماع صوتها بسبب مشاكل في الخطوط وتضارب في الخطوط. إذن كل مريض، كل من لديه حاجة أعطى الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بهذه الفسحة وهذه العطية بأن نضع هذه الحوائج على أعتاب مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، ونسأل من الله سبحانه وتعالى قضاءها إكراما وتعظيما لهذا الإمام الهمام الإمام موسى الكاظم عليه السلام. معنا اتصال من الأخت رحمة من ديالى. السلام عليكم يا رحمة. وعليكم السلام يا أخي. أرد أوصي رسالة، أرد أوجه رسالة الإمام الجوادين. نعم تفضلوا. السلام عليك يا باب الحوادث، السلام عليك يا باب المراد، أريد أن يشافي كل مريض، وأريد أن يقضي حاجة كل محتاج بحق باب الحوادث، بحق أمه وبحق أبيه. مشكورين عيوني، بارك الله بكم. إن شاء الله هذه الرسالة وصلت إلى الإمام الكاظم ونسخ منها إلى ضريحه المقدس، وإن شاء الله مقضية حوائجكم يا رحمة، رحمكم الله في الدنيا ورزقكم شفاعة الإمام الكاظم في الآخرة. معنا اتصال آخر من رائد. من وين يا رائد؟ من ذي قار. حياك الله يا رائد. قضاء النصر. والنعم منك ومن أهل ذي قار وقضاء النصر، بارك الله بيكم. والنعم منكم، والنعم منكم، الله يتقبل طاعاتكم. حياكم الله أخ رائد، أعظم الله لكم الأجر. رائد أهل ذي قار معروفين بالشعر و الشعر المنتمي لأهل البيت أو مدرسة أهل البيت، عندك شيء شاركنا به بهذه الحلقة؟ والله أنا يوم شوية بتالي ما أحضر الشعر السريع، يعني اسم الله والديك الله يلا في قابل الله الأيام الله. إحنا برنامج نوافذ الحياة راح يستمر معاكم بهذه التغطية المباشرة الله لطريق الزائرين طوال هذه الأيام، وصولا إلى شهادة أو يوم شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بارك الله بك يا رب. احنا
احنا فعلا اليوم ان عزي صاحب العصر والزمان والمراجع الكرام وكل شيعة امير المؤمنين عليهم السلام، وانتم يا قدام موسى بن جعفر التحية والاكرام بجاه محمد وآل محمد. الله يبارك فيك، شكرا لهذه الدعوة. نتوفق لطاعات الامام موسى بن جعفر والحمد لظهور الامام صاحب العصر والزمان، ارواحنا تراب مقتنع الفداء جاه محمد وآل محمد، ويقول كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء وكل ما لدينا فهو من كربلاء. بارك الله بيك. إن شاء الله ورسوله أن يتقبل الطاعات. شكراً. شكراً لكم يا رائع. بارك الله بكم. تحياتنا والكل أهلنا في ديقار. بارك الله بيك. نعم، ننتقل من ديقار إلى محافظة صلاح الدين. معانا الأخ سعيد من صلاح الدين. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. أحسن الله لكم العزاء يا أخونا الفاضل، تحياتنا لحضرتك والكل أهلنا بصلاح الدين. الله يسلمكم. نعز صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بارك الله بكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تقضى حوائجكم بهذه بحق هذه المناسبة وبحق هذه هذا المصاب الجلل ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. أحسن الله. بارك الله بكم، شكرا لك ولاتصالكم يا سعيد، تحياتنا لحضرتك والأهلنا بصلاح الدين. حياكم الله على خير وتعاون وياكم، مغافلين على الشاطئ. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. شكرا لك. دعونا تعاوننا لأن نحن مجاهدين في الحي الشعبي. ما شاء الله. المغافلين عننا التواتر. الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك بكم الأبطال بالقوات الأمنية والحشد الشعبي المرابطين على السواتر. شكرا لك، تحية إلى المقاتلين الأبطال يا سعيد، وقبلة على جباههم من هذه المجموعة المباركة، مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية. بارك الله بك، شكرا لاتصالك يا سعيد. معنا اتصال آخر من الأخت أم علي من كربلاء. سلام عليكم يا أم علي. نعم للأسف انقطع الاتصال مع أم علي، نتمنى تعود الاتصال معنا. تحية إجلال وإكبار إلى كل المقاتلين المجاهدين المرابطين على ساحات القتال والساهرين على أمن وسلامة هذا البلد. تحية للأخ سعيد ولكل زملائه. سعيد من على الساتر ويشاهدنا ويتابع بشوق حقيقة هذه المشاهد لطريق الزائرين في محافظة واسط المتوجهة هذه الجحافل لزيارة وإحياء مرقد الإمام الكاظم عليه السلام. فاتصل بنا سعيد من صلاح الدين وندعو له ولكل زملاء من المجاهدين المقاتلين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بأن يحفظهم الله ويمكنهم من النصر إن شاء الله تعالى على قوى الشر والظلام. نعم، هذه الأرقام هي أمامكم مشاهدينا لاستقبال الاتصالات وتبادل التعازي بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تقضى حوائجكم بحق باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نعم، معنا اتصال أم كرار من الكويت. السلام عليكم يا أم كرار. وعليكم السلام. حياكم الله، أعظم الله لكم الأجر. الله يحييك، أعظم الله أجرك إن شاء الله، والله يوفقكم. بارك الله بكم أم كرار، هنيئا لكم هنيئا لكم. احنا اليوم العالم كله يغبطكم بأن أصبحت الكويت وهذا حالها في كل الزيارات، هي البوابة والنافذة التي ينفذ منها الزوار من كل المحافظات الجنوبية وحتى الدول لزيارة كربلاء وزيارة الكاظمية المقدسة. الحمد لله وشكرا، حسبنا نفسنا مقصرين، حسبنا نفسنا مقصرين من أجل بغداد. بارك الله فيك. ما نسوى ما نجازي، أنا بانفتك رحت 5 أيام وجيت اليوم الصبح. ما شاء الله، هنيئا لكم. ما بيتي، الله يسلمك، وبعد مشتاقة أشوف الناس الزوار ومشتاقة الموسى بن جعفر أرجع له. ما شاء الله ما شاء الله. أحس نفسي بقصرة. هنيئا لكم يا
حياكم كريم. أنا اليوم طاقة الشعب الستة الصبح وأضاوة التلفزيون حتى بنت مقاطرة أرد أرجع. الله يبارك بكم، حقيقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن شاء الله ما قصرت. الحمد لله وشكرا. أرجع تدعيلي موسى بن جحفر لولي يدي، تدعيلي باب الحوائج لولي يدي. يا الله يا الله. ما عنده ذرية، رجل الذرية الصالحة لولي يدي صلت من سنوات. يا الله، نرفع أكفنا بالدعاء بحق هذه العبرة وهذه الدمعة من أم صادقة وفية نقية طاهرة إن شاء الله أحيت ذكرى شهادة الإمام كاظم عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ولدكم بالذرية الصالحة في هذا العام إن شاء الله، وندعو السادة المشاهدين بالدعاء إلى ابنك يا أم كرار بأن يرزق الذرية الصالحة وأن يرزق بأبناء السلام إن شاء الله. آمين رب العالمين، ذرية صالحة كل من محروم ذرية وليدي من عروسه. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. ووفقكم إن شاء الله، وكل سنة وكل عام يحفظ زوارة موسى بن جفر ويحفظكم ويخليكم ظهر أمة إن شاء الله. يبارك بكم، إحنا أيضا محتاجين دعاكم، هذه الجهود اللي مبذولة من قبل الشباب الله يحفظهم في مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية، حقيقة جهود استثنائية، جهود مباركة، فمحتاجين دعواتكم لمواصلة هذه الخدمة ونيل هذا التوفيق لإحياء شعار محمد وآل محمد. بخير والجلال إن شاء الله، ندعيكم بالتوفيق يوفقكم إن شاء الله ويخليكم مثيلة بيننا وبين موسى بن جحفر وأهل البيت إن شاء الله، ويستركم ويستركم شربني عادل. شكرا لكم، شكرا لهذه المشاعر الصادقة إن شاء الله، يخليكم ويستركم ويوفقكم إن شاء الله أنتم وعوائلكم. بارك الله بكم، سعيدين بهذا الدعاء، بارك الله بكم. بس أسئلك سؤال بدون زحمة عليك، هذا رقم مفتوح دائما؟ يعني بحسب البرامج يا أخت، إذا كان هنالك بث لبرامج محددة فتفتح هذه الاتصالات لاستقبال اتصالاتكم. نعم، يعني ورا الزيارة هم مفتوح موجود إن شاء الله تعالى في برنامج نوافذ الحياة مستمر، هذه الأرقام هي نفسها أرقام الخاصة ببرنامج نوافذ الحياة، وإن شاء الله احنا مستمرين معاكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء. أنا أحبكم مكرر، سيجونكم جاوية منكم، وأنا أحبكم مكرر إن شاء الله بقوياكم. بارك الله بكم، نتشرف بكم يا أخت أم كرار، تحياتي لحضرتك ولكل أهلنا في محافظة واسط، بارك الله بكم. أنتم الشرف، شكرا. أنتم الشرف، شكرا مشكور الله وياك، الله وياك أخوي، مشكور الله وياك. أوصتنا الأخت أم كرار، وأكرر على السادة المشاهدين ودعاء المؤمنين حقيقة إن شاء الله مستجاب، خصوصا في هذه المناسبة وهذه الذكرى التي من خلالها نضع كل حوائجنا على أعتاب مرقد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ابن الحاجة أم كرار من الكوت بالذرية الصالحة، وندعوكم للدعاء بهذا الدعاء إن شاء الله. معنا اتصال آخر، من وين؟ من أم حسين من البصرة. سلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أطمن الله أجوركم. حياكم الله، تحياتنا لحضراتكم يا أم حسين. الله يخليكم ويحفظكم إن شاء الله، ويخليكم على البرنامج الفجري. الله يحفظك. شكرا لهذه المشاعر يا أم حسين. اي والله، الله يحفظك، طول عمرك، أريدك دعائك باب الحوائج. يدي ما عنده ذرية، 20 سنة ما عنده ذرية، وأريد منك يا الله. يا الله، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ولدكم الذرية صالحة إن شاء الله. الله يحفظك طول عمرك، الله يخليكم إن شاء الله ويحفظكم. دعوة أيضا إلى السادة المشاهدين، إخواني أخواتي، الدعاء إلى الأخت أم حسين. أي والله يحفظك الله وليدي، يحفظ أناس إن شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله بكم حبوبي. إن شاء الله حوائجكم مقضية بحق باب الحوائج إلى الله الإمام الكاظم عليه السلام. الله يحفظك، زورنا وركعتين من زيارة إن شاء الله. آمين إن شاء الله، أن وفقنا الله ما ننساكم من الدعاء والزيارة. شكرا لكم، شكرا لاتصالكم، شكرا لتواصلكم. حبك تعدي بعد أختي كلش مريضة، أريدك تدعي لي إن شاء الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى
الشفاء لأختك يا أم حسين. بارك الله بكم. إذا ندعو السادة المشاهدين للدعاء لأخت أم حسين وابن أم حسين أن يرزق ولدها بالذرية الصالحة وأختها بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. معنا كريم من السماوة، السلام عليكم يا كريم. السلام كريم اسماعيل بعد قلبي. حياكم الله أخت كريمة، مية هلا. الله يحييك، الله يحييك، رحم الله والديك. الله يبارك فيك، حياك حضرتك والكل أهلنا بالسماوة. أي والله، كل سنة أنا أروح مشاية وست سنة ما قدرت، مريضة وريدك تدعي لي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه قلبي يم موسى بن جعفر. هنيئا لكم يا كريمة، يعني إنما الأعمال بالنيات، كوني مطمئنة صدقيني. إن شاء الله أنت واصلة إلى مرقد الإمام الكاظم بهذا القلب المتلهف لزيارة الكاظم عليه السلام. نعم، بارك الله بكم يا كريمة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم زيارة الكاظم عليه السلام وشفاعته في الآخرة. هنيئا لكم هذه الأنفاس يا أختنا الكريمة أم كريمة من السماوة. إذن مشاهدينا قاربنا على انتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونعتذر عن استقبال بقية الاتصالات. للتنويه فقط أننا سنكون معكم من الآن حتى يوم شهادة الإمام الكاظم بهذا الحلقات الخاصة، ونقل لهذه الأجواء الحية المباشرة لطريق الزائرين المتوجهين صوب الكاظمية المقدسة. نسأل من الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله، ونيل زيارة الإمام الكاظم وشفاعته في الآخرة، آمين يا رب العالمين. مشاهدينا إلى هنا وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ الحياة. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم محمد علي الربيعي، وتحيات فريق العمل في برنامج نوافذ الحياة. حتى ألقاكم يوم غد، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.